اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من الموسم الثاني من برنامج تعلم اللغه الصينيه ومعاكم النهارده ياسمين الديب كل يوم حلقه جديده هنتعلم فيهم حاجه جديده عن اللغه الصينيه النهارده هنبدا مع بعض في ان احنا نطبق في الحوار الخاص بالكلمات اللي خدناها قبل كده عن جوان العادات او العاده هنشوف مع بعض النهارده في الطرق اللي بنتكلم بيها ازاي نقدر ان احنا نكرر ورا بعض كتير جدا، اهم حاجه في الحلقات اللي بيكون فيها الحوار او النصوص لازم ناكد مع بعض على معلومه مهمه وهي التكرار، اي جمله هنبدا ان احنا نقراها مع بعض سواء كانت بشكل بطيء او بشكل سريع لازم ان انت تقلدها ورايا واحده واحده ونخلي بالنا كويس جدا من النفس والوقفات والنغمات، لان ده هيبدا واحده واحده يحسن عندي المحادثه في اللغه الصينيه، يلا بينا نبدا زي ما قلنا الدرس بتاعنا النهارده اسمه شي جوان شي جوان العادات أو العادة وعرفنا إن كلمة شي في اللغة الصينية بتيجي اسم وبتيجي فعل شي جوان لو جاية اسم تيجي بمعنى العادة أو العادات ولو جايالي بهيئة فعل تيجي بمعنى يعتاد على تعالوا دلوقتي نشوف إن الحوار هيكون متوظف عندي بطريقة عاملة إزاي أول حاجة هنشوف مع بعض أول حاجة عندي الحوار هيكون متوظف من حسن وش وأعلياء والطالب بتاعه ما بين المعلم حسن وما بين الطالب اللي اسمه علي. 哎，我离开很舒服嘛。把阿里，你来北京多长时间了？阿里，你来北京多长时间了？كلمة 阿里 هو إسم 阿里，你来北京，أنت أتيت إلى بكين، 多长时间了？نفهم مع بعض الكلمة كلمة كلمة، كمدة كثيرة وطويلة، 多长，مدة طويلة أديء، 时间 يعني وقت، يبقى كمدة 长时间 يعني وقت أديء。 بكل بساطة السؤال معناه أنت جيت هنا بكين بقالك قد إيه؟ فلما بشوف كلمة دوتش هانش لازم يبقى عندي حاجة بتعبر عن الوقت أو الزمن. نقرأ الجملة تاني مع بعض. ممكن أوظف كلمة دوتش وتبقى يعني أنت كل يوم بتدرس اللغة الصينية وقت قد إيه؟ ممكن يقولي ساعتين فتبقى وميتين نكمل مع بعض الحوار ونشوف أعلي رد عليه وقال له ونحاول ناخد كلمة تحابضو على بعض كلمة تحابضو معناها حوالي تقريبا تحابضو يعني نص ونيان سنة فلما قال له تحابضو تقريبا كده حوالي بقالي نص سنة في الصين بعد كده لو وشر رد عليه وقال له دا هنا معناها ايه؟ هل انت اعتدت على الحياه في بكين؟ ان هو حط كلمه باع في النهايه هنا مش جايه لي في هيئه اقتراح زي ما احنا متعودين ولكن باع هنا جايه لي في هيئه استفهام تاكيدي بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت بقالك هنا في الصين حوالي نص سنه فهنا بيأكد على انه فعلا قدر ان هو يتعود على الحياه في بكين نقول الجمله تاني سيجوان يبقى هل انت اعتدت على الحياه في بكين قال له بعد كده gong lai de shi hou gong lai de shi hou bu xiguan gong lai de shi وعرفنا قبل كده ان كلمه da shi بتيجي بمعنى عندما لما فهو بيقول له gong lai de shi hou وقلنا قبل كده ان كلمه gong معناها للتو ولكن بتعبر عن الماضي القريب ممكن يكون من وجهة نظر المتحدث أن الحاجة دي حصلت دلوقتي ولكن دلوقتي بمعنى حاجة حصلت من شهر أو من شهرين أو ثلاثة فالجملة معناها قم لعدر بو أول ما جيت ما كنتش قادر أن أنا أعتاد على الحياة ولكن دلوقتي أو حالياً بالفعل قدرت أن أنا أعتاد على الحياة في بكين نقول الجملة كمان مرة

شانكو يعني يبدا المحاضره فبيقوله انك تبدا المحاضره الصبح الساعه 8 يس لما قدرت برضه ان انت تعتاد على هذا الامر قال له بعد كده تو هاي ماي سي تو هاي ماي وخدنا مع بعض ان كلمه حاي بتيجي بمعنى ما زال لا يزال ودايما بنسبة كبيرة النفي بتاعها بيكون بماي فهنا معناه ايه؟ تو هاي ماي جوان الموضوع ده او هذا الامر هاي ماي سي لسه مش قادر ان انا اعتاد عليه بعد كده قال له ولو نفتكر مع بعض كلمة آي اللي هي مصر فهو بيقول له وأنا في مصر وإيبان ظو شان باديان آي دي وإيبان ظو شان عندي كذا نقطة هنا مهمة جدا وهي كلمة إيبان معناها في العادي في المعتاد أو عادة فبيقول له وأنا في, في, في مصر وإيبان عادة أو في المعتاد ظو شان باديان الساعة تمانية الصبح تي كنت لسه بصحى يعني الفرق دلوقتي ما بين بكين وما بين مصر لما كان علي موجود لما علي كان في مصر كان معتاد او في العاده بتاعته ان هو عاده بيصحى الساعه 8 ولكن لما راح بكين عاده المحاضرات بتبدا الساعه 8 لما استخدم عندي كلمه سحاع اللي درسناها مع بعض قبل كده قبل الفعل بتعبر على ان الحاجه دي بتحصل بشكل متاخر او بتحصل بشكل بطيء بعد كده قال له شما بجد مش كده شما شما وقلناها قبل كده بمعنى بجد <applause> هو انت دلوقتي الساعة كام بالليل شوي ونفتكر كده مع بعض كده شوي ديان معناها ينام فبيقول له انت بجد فعلا بتصحى المحاضرات او انت كنت بتصحى الساعة 8 في مصر فبيقول له انت دلوقتي عادة بتنام الساعة كام؟ نقول الجملة كمان مرة شيان زي شوي بعد كده قال اي بان ورجعنا تاني لكلمة اي بان اللي هي عادة او في المعتاد شو ار ديان شوي اي بان شو ار ديان شوي عادة انا بنام الساعة 12 يو وكلمة في اللغة الصينية معناها احيانا احيانا وممكن استخدم بس كلمة يو فتبقى يو شي هو يلي لين دين دون تاي شوي يو هو يلي لين دين دون معناها ايه بيقول له واحيانا في نص الليل الساعه 2 تاي شوي ابقى نام فهو بيقول لك في المعتاد ان هو شقر دين شوي كان عادة بينام الساعة 12 ولكن لما قالك يو شي هو يلي لين دين دون ولكن عادة او احيانا ان هو في نص الليل الساعة 2 يبقى ينام لما حط هنا عندي برضو تصحيح في الجملة عبر على إن الحاجة دي بالنسبة له حاجة متأخرة أو حاجة بتحصل بشكل بطيء نكمل برضو بوجوع وبوجوع عندي هنا بمعنى ولكن بعد يعني وعندي كلمة بتتحط في نهاية الجملة الأولى عشان تعبر عن معنى كلمة لو دلوقتي لما قال له بوجوع توشان بعد يو لك ولكن لو كان عندي محاضرة الساعة 8 الصبح غصبا عنه هيضطر ان هو ينام بدري وهنفهم مع بعض كلمة زاو اي دي ار ازاي نقدر نوظفها في الجملة بعد كده قال له زاو شوي زاو تي زاو شوي زاو تي بيجاو هاو زاو شوي زاو تي بيجاو كلمة 雑食 درسناها مع بعض وقدرنا إن إحنا نكون جمل كتير معناها 雑食 إن هو ينام بدري 雑食 يصحى بدري 雑食雑食 بيتاو هاو معناها إلى حد ما حاجة تقريبية فبيقول له 雑食雑食 شوي شوي بيتاو إن النوم بدري وصحيان بدري ده إلى حد ما شيء كويس جدا وزي ما قلنا إن دي عادة من العادات الكويسة عند الصينيين 雑食 <تكلمة> معناها عندما لما كنت طالب شوي يي喜歡睡懶覺 نفهم مع بعض كلمه شوي لان معناها ايه شوي يعني نام وتزا يعني نام طبعا عندي كلمه جديده اللي هي لان كلمه لان معناها ايه معناها كسل فكلمه شوي لان معناها ان حد ينام ويستغرق في النوم يعني ينام براحته فلما قال له انا لما كنت طالب زيك يشيخوان كنت انا كمان برضو بحب شوي ان ان انا استغرق في النوم وانام براحتي كونزو ولكن بعد ما اشتغلت جيجاماو بين جوقاي لو ذجا ماوبين لو لو نفتكر مع بعض معناها عاده سيئه او عيب فبيقول له كونزو بعد العمل او بعد ما اشتغلت جيجاماو بين جوقاي لو العاده السيئه دي قدرت ان انا جاي يعني اغير

نعشاها نيت وتعني وافتكر مع بعض كده كلمة شماء معناها بجد نعشا وكلمة نعشا هو في الوقت ده بنقولها بمعناها في ذلك الوقت في الوقت ده كان بيتكلم عن ايه كلمة نعشا هو عائدة على الجملة اللي كان قايلها حسن لوش لما قاله لما أنا كنت طالب كنت بعمل كذا يبقى نعش هو نيت وتعني ينزياء نعش هاني تعني نفتكر كده كلمة نيدو وتع يعني عندك كم سنة ونينزي معناها عمر فالجملة كلها نعش في الوقت ده نين تو تع نينزي يعني حضرتك كنت عندك كم سنة قال له تع كاي نفتكر برضو معناها تقريبا حوالي ويجي بعديها عدد عدد تقريبي فبيقول له تقريبا كده كنت عشو سوي كان عندي حوالي 25 سنة وبكده نكون شفنا الحوار وقدرنا ان احنا نطبق على كل الكلمات اللي خدناها ولكن اهم حاجه لما تيجي تتفرج على اي حلقه فيها حوارات او فيها نصوص لازم ناكد مع بعض على حته القرايه وانك تنطق ورايا كلمه كلمه سواء كنا بننطقها بشكل سريع او بشكل بطيء علشان قلنا جزء من التعلم هو المحاكاه انك تبتدي تقلد الصوت او تبتدي تقلد الطريقه بتاعه النطق في اللغه الصينيه